السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وعلى أوسع نطاق فيديو مؤسف جدا لعجوز وهي تسقط على وجهها أثناء سباق للنساء الكبيرات في السن بولاية قسنطينة. وقبل الخوض في تفاصيل، يرجى متابعة الفيديو للأخير والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. ليسونسيال خاوتي ربي يشفيها الحاجة هذه مسكينة طاحت على وجهها، والرابح معانا معرف من يهرب سدات الكادو راه الرابح وهرب ودنوه ربي يشفيها الحاجة هذه مسكينة طاحت في المولة دا خاوتي ديروا هاد الحوايج يحيروك.